تخميس لبعض أبيات الإمام في قصر المتوكل. طغت تعدت حدود الله أنفسهم، ومجلس الشر والإفساد مجلسهم، بالخمر والميسر الشيطان مؤنسهم، باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال، فما أغنتهم القلل تفرعنوا، غرهم إفساد باطلهم، كأنما الوحي أضحى قول قائلهم، وملكهم كيف يبقى كل شاغلهم، واستنزلوا بعد عز عن معاقلهم، وأودعوا حفرا يا بئس ما نزلوا، كم جمعوا من حطام الأرض وادخروا، كم جمعوا من حطام الأرض وادخروا، وطالما فاخروا بالملك وافتخروا، حتى أهيل تراب القبر واندثروا، ناداهم صارخ من بعد ما قبروا، أين الأسرة والتيجان والحلل، أين الأسامي التي كانت معظمة على اسم رب السماء كبرا مقدمة، أين الذي كان يعطي الناس مكرمة، أين الوجوه التي كانت منعمة من دونها تضرب الأستار والكلل، كم جمعوا من حطام الأرض وادخروا، وطالما فاخروا بالملك وافتخروا، حتى أغيل تراب القبر واندثروا، ناداهم صارخ من بعد ما قبروا، أين الأسرة والتيجان والحلل، أين الأسامي التي كانت معظمة على اسم رب السماء كبرا مقدمة، أين الذي كان يعطي الناس مكرمة، أين الوجوه التي كانت منعمة من دونها تضرب الأستار والكلل، من ضي مولدك يا هادي الأطهار شع نور العدل والعز والإصرار، يا قائد عظيم شرف التاريخ من صبرك عدوك يا إمام احتار، آلامش كثر طول العمر عانيت، آلامش كثر طول العمر عانيت، وما تزلزل إبائك يا الولش ما صار، وقلبك على الإباء ربيت يا مولاي، لو وش قاسة غير العزة ما يختار، يا مولاي للحق خرجت أجيال تكليف السماء تأدب رغم الأخطار، ما تجامل على حساب الشرع في يوم وما تأمن عليه المفتر الغدار، علمت المحب يضوي البصير أسراج ويتبع قادة العز والإبى الأخيار، وبحبل الله دايم يعتصم والآل يتوحد على درب الوفا مغوار، ولو عاش بعذاب سنين بعد سنين ما يركع لغير الواحد الجبار.